كما تعلمون دستور المملكة لسنة 2011 أقر بكيفية رسمية أن التعددية الثقافية هي جزء من الثقافة الوطنية، والثقافة الوطنية هي غنية بروافد متنوعة في إطار ثقافة وطنية موحدة. هذا الإقرار ديال هذا المبدأ ديال التعددية الثقافية واللغوية في إطار الثقافة الموحدة تطلب منا كسلطات عمومية شنو هما التدابير اللي خصها ناخذوها جميعا من أجل بلورة هذا التوجه. بطبيعة الحال هذه التعددية المغرب كان تعيشها منذ زمان، هي رجعة لقرون متعددة بالروافد العربية الإسلامية، الأمازيغية، الأندلسية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية كما جاء في التعبير ديال الدستور. الآن شنو هما التدابير اللي خصنا ناخذوها باش ندخلوا في إطار هذه البلورة؟ القانون الأسماء الدستور تينص على أولا قانون تنظيمي لإدخال اللغة الأمازيغية في الميادين الأساسية ديال الحياة العامة كالتعليم كالعدالة إلى آخره، وكذلك أقر لتأسيس مجلس وطني للثقافات واللغات كمؤسسة التي تسهر على تقييم وتتبع بلورة التعددية الثقافية واللغوية في بلادنا. على صعيد وزارة الثقافة اليوم تنشتغلوا من أجل ميثاق وطني للثقافة واللغات كوثيقة مرجعية اللي أولا تضبط شنو العلاقة ديال الثقافة مع الهوية الوطنية، العلاقة ديال الثقافة مع المجتمع، العلاقة ديال الثقافة مع الميدان الاقتصادي، علما أن اليوم نحن مطالبون باش نجعلوا من الثقافة من الإبداع الفني يدخل في توجه جديد ديال ما يسمى الآن بالصناعات الثقافية الإبداعية. النقاش اللي جرى اليوم في إطار المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية هو نقاش جد مهم اللي شاركوا فيه عدة مختصين وممثلين لبعض الجمعيات الثقافية، وهذا يعبر بوضوح أن المغرب دخل في هذا النقاش ديال التعددية الثقافية بكيفية رزينة، وأن التشنجات اللي كنا نعرفوها في العقود الماضية اللي كانت في بعض الأحيان ترفض التعددية الثقافية أو التعددية اللغوية في بلادنا تجاوزناه، وهذا رجع بطبيعة الحال لتوسيع مجال الديمقراطية وحرية التعبير، حيث أن التعددية الثقافية هو حق من الحقوق المعترف بها اليوم، وبدون الذهاب بكيفية رزينة ولكن قوية كذلك في بلورة التعددية الثقافية ما يمكنناش نبنيو هذا المجتمع الهادئ، هذا المجتمع اللي تفتخر بالتعددية ديالو في إطار الوحدة الوطنية وفي إطار الثقافة الوطنية الموحدة لكل مكونات الوطن. شكراً.